علينا عليهم حكم حكم صاروا على الأرض يا حكم حكم لما علينا عليهم حكم صاروا على الأرض يا حكم بيا سفر بيهم حكم وهني علهم قلب الشكل قسم البيت هو النص وهي النص 50-50 قسم المطعم هو بيرخي وهي ترص العيشة عندهم شغلة صعبة ارحمنا ونجينا يا رب ستيلو شرق ستيلا غربي وبتضل أمورهم مش تبكي بيو بيان عملوا شركة قهوة شباب يلا نشرب قهوة شو عنا أميغوس دخلك يا أميغو أنت بين البريك والبريك بتاخد بريك لو خي حش تشرب قهوة صار رمك بان وعلقتك هيدي اللي بتمك صارت طفل أهلين أهلين خيبي لي مبروك النقلة يا أهلين عم تتعب أنت يا زلمة ليش تيحكي الواحد طشة يا سبع دخلك بيلي أنت غير فينا شو بتشتغل ليلى شو أني هالتليفون المعطل إذا ما بدك ترد عليه كيف بده يلقطك الواحد يا زلمه؟ والله مصيبه اذا لقطني. سكوت يا عمي سكوت. 100,000 هم عندي، كل العالم بدها مني مصاري، وصيتي بالدق. ليك بلي عفاء من شوي كنت عم كنس ارض المطعم لقيت صيتك بالارض. بشرفك كيف الكم ناس تنكتوا انت وياه؟ النكد احسن من النكد. والله والله حبس دمعة بعيوني صادق بلا حلفان انت الدمعة بعيونك محكومة مقبر بدون امكانية اطلاق سراح الا بقانون عفو عام ما اسمشكم اليوم انت وياه لك حيش تنقلك يا بيلي يا زلمة شكون ربك انه انت مش مثلي عندك مرتك نجاة وعر ولاد ولا مثل هذا سيرجيو صار عمره 40 سنة ومعنس شو هالتعبير اللي بتستعملوها انتو اللبنانية احنا اللبنانية ليش انت ضيعتك شطاحة وين حبيبة صحيح انا معنس بس انا عندي شروط محدده ايه بيلبق لك تشرط انت وعبياض انا يا سيرجيو لو كنت محلك انت بقول حيالله لا 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 انا اللي بدي اخدها بدها تكون مثل انجلينا جولي حلوه وايطاليه عين عليك بس انجلينا جولي مسيبه مش ايطاليه ايطاليه ونص مش ايطاليه يا حبيبي هيدي امريكانيه شو بفهمكم انتو ايه حمير نحن خيبي لي حمير مش قصدي هيك معلم شبه بس انه يعني معلم شاورما مثلك بيفهم بانجولينا جولي يا حبيبي كله لحمه كله هبره بس بدك مين يقدر يدوق بشرفكم حاج تقروا عن جد طوشتوا لي راسي كثير مزعوج اوفن خد لك بريك اوفن روح خي شو بيك شو بيك شو بيك شو بيك شو بيك بيلي وين؟ بيلي أنا معلمك لويس بيلي هجر عن نيو جينيا الإيطالية كل نهار دقل له ما بيرد علي إذا بتلقط فيه والله ما بعرف شو بدي أعمل إيه حبيبي قل له إني أنا سألت عنه بقل له من كل بنت بعت له فاكس تبع دقل له خيك لويس طلع طلع يا بيلي عليك الأمان لك كيف طل براسه أنت مثل الحربية قرب له خيي قرب عود عود ليكوا شباب ما تنسوا هلا أربعة أحلى سهرة تشامبيونز ليج وين؟ عند المعلم جاد 100% مرحبا ها سكور الدين الآن معلم جاد أهلا أهلا سهرة غير شكل معلوم ماتش غير شكل سبع عليك 20 دولار طلع فيها وأنت يا سيرجيو صار عليك 50 قيدت لي 10 دولار المانشستر بيربح 2-0 و3-0 للتوتي يعني 10 دولار وأنا 10 دولار على روما 2-1 أنت دفترك غير واحد كليا غير واحد حسابك عسير صار عليك 620 دولار ولو اميغو ما كله 10 دولار بعدين الله بيعوض الله ما عم يعوض الا عليك
ولو أميغو. ما بقى تقول أميغو، صار عليه 630 دولار. ليك يا معلم شبه؟ ايه؟ بحب شكرك ايه؟ انه التليان عنده دفاع اخو اخته. ايه بس يا حبيبي مش اقوى من دفاع الانجليز. الانجليز؟ الانجليز ما بيعرفوا يلعبوا الا باسات طويلة. عرقتك حبيبي، الانجليز هن اللي اخترعوها للعبة الفوتبول. لك روح؟ روح؟ لك روح؟ ام حش تحكي؟ بكرة بتشوف. روح حبيبي بقى. بونجور معلم سبا. ولك يا اهلا يا قرب قرب يا معلم قرب قرب. شو هلا هيدي عالم وانت عالم؟ لك يا حبيبي يا معلم سيرجيو، اذا يوم من الايام قررت ترتبط ما تفكر باللي مثل مرتي نجات. خي هي عسلمتها المره بس ما بتحلق اكثر منها. هيدي عالم لك نفسك مرحبا وتصبحها وتمسيها وتغنجها وتدللها وتشتشها ان شاء الله كل شيء على ذوقك. ميرسي كثير شيف، كله تمام. اهلا وسهلا. كيفك شد دلال؟ شو عم تقري؟ عم بقرا عن ملكات الجمال وعن انتخاب المس. ستنا من امتى انت بتهتمي بهالمواضيع؟ كل عمرك تنتقديهم. ما بدي احترم لانتقدهم. ستنا انت وين الاربعة معنا؟ مش انت وين الاربعة؟ معكم. وين معنا؟ بالبيت فوق. ما معنا خبر؟ يي جد عزمنا لنحضر ماتش تشامبيونز ليج، ماتش بين المانشستر والروما. هلو. ولا احلى من هيك. لا عيني، اللي بده يتكرم بيتكرم من كيسه. يلا فتحك وين؟ حبيبي بدي اوضح لك نقطة بس، الأربعة دوري أنا بالتي في وبدي أحضر مثل لبنو. ومن متى بتهتم أنت بهالمواضيع؟ ما كل عمرك تنتقديهم. بدي أحضرهم لأنتقدهم. ها؟ بعدين هلكتني بالفوتبول، ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة، إنه كثير خنقتني. الأربعة بس بدي أحضر فوتبول، ثلاثة أنا برات البيت، احضر اللي بدك إياه. بلشوا. بقولوا يسبقوا مثل لبنو لثلاثة، ما هيك؟ راورقت مواعيدنا، الأربعة دوري بدي أحضر مثل لبنو. طيب منسجل مثل لبنو. عشو بسجلها يا غبي؟ خلي بلي سجلها. بلي تسرك انت وياه. خيي انا هون بدي احضر تي في الاربعه ونقطع السطر. نقطع السطر؟ شو عم تعملي لي املا؟ اسمعيني شوي. نقطع السطر. لك اسمعيني شوي خلي. خليني فس. لك يا عمي في شغله انت مش. رجع الفيفتي تبعك. هوني؟ مش معقول عينك شو ضايقه. خليني في اجرك. بقوم بقعد هنيك كمان امور. طيب ما اسمعي شوي، بدفع لك حقوق العرض. ادفع. ايه بدفع. ادفع. ايه بدفع. شو ما خي ادفع، ما عم اقول لك ادفع. ايه بدفع. شو عم تحديني؟ قد ايه بتريدي؟ ما بعرف شي 250 بركي. 250 شو يعني؟ هاي 250 دولار احسن ما بلعك اياها. 250 دولار؟ اوكي بدفع 250 دولار. برمي وجهك برمي وجهك برمي وجهك. شفتك عم زعبري. مين عم زعبري؟ ما عم زعبري. مين عم زعبري؟ ما عم زعبري. تفضلي هاو 250 دولار. ميرسي. ما اشطرني بإدارة الأعمال. بس يكون بعلمك إنه المسامحة بيني وبينك فعل ماضي. ناقص هددني. فإذا أنا نهار الأربعة محتل القلعة وآخذ راحتي. هيدا 10 دولار والمانشستر بيربحوا 3-1 مع إنه على سلامة توتي. بس يكون بعلمك إنه أنا شارح حقوق العرض وما رح خليك تحضر الماتش. بوتك على الكنباية. سرعة سرعة دخلك سرعة. لك
هيدا سابع فنجان قهوة اليوم وبتنق انك مش عم تنام. كيف بدك تنام؟ ارحم حالك. انا هيك مرتاح اميغو. مرتاح ومتعبنا. مرتاح حسابنا. هتبات شي مرة بس تجي تدفع فاتورة تنحس انك عم تفل مش عم تجي وتضل. بشرفك بشرفك اميغو. اذا انا بفل ما بتزهقه؟ لا بالعكس بننصح اكتر من هيك. طيب انه لا بقى منبطل ننسم ونحرق اعصابنا. صار عم تحكي مثل سبع بعيد الشبه. سلام. يه 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 دودو بشرفك. كيف شو هالالوان هول؟ الوان مانشستر يونايتد. ايه بس هيدا فريق انجليزي. شو اخذتيه يعمل باوكرانيا يا نينا؟ دودو شو خليني اضبط لك الفرنش. نقصتيني. معي $250 بس وبدي اشتري دي في دي ريكوردر. شو بعمل؟ اميغا تبرية خالصة. وصلوا. شو؟ تركيه علي. وحياتك احسن دي في دي ريكوردر وماركة عالمية ب $150. $150 بس؟ كرمال عين الحلوة بجيبه تهريب. ايه بس بدي اياه قبل القرب على ان بتسجل ملكة جمال لبنان. ومن ايمتى بتهتمي بهالمواضيع؟ ما كل عمرك تنتقديهم. خلاص يلا خلاص قبل الانتخابات. ها بس قبل انتخابات ملكة جمال لبنان مش انتخابات الرابطة المارونية. هدي يا حبيبي وقل له البابا المعلم سبع بيسلم عليك وبخصوص الكشكات حل له اياها بهاليومين حبيبي. الله معه. سلم حبيبي. صباحو 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 يا احلى وكيل مراهنات بالبلد كله. لكن معلم ايد لي 3-1 للمانشستر يونايتد لانه شو قريت بالجريده انه توتي مش رح يلعب اليوم. مش على الاكيد بعد اليوم الصبح جوجلت على الانترنت. جوجلت انه شفتها على جوجل يعني. آه. مش مقدينا بعد ايميل بالله من شوي كنت عم جوجي الافكار ما بعرف شو تهيأ لي. زد لي $10 هاتريك للروني. روني حبيب قلبي الروني. زد لي $10 ولا تدفع بالاول انت زد لك ما بصفى عم زيدهم من جيبتي. طيب والخي خصموا لهم من المعاش. اي معاش؟ ما اصلا معاش هالشهر مخصوم من شهر الماضي. اذا ولا البيت بدي اخصمه رح اخصمه من شهر الجاي. اذا هيك اوكي موافق. لا تخيل انتم مش موافق. تعال خي تعال. عاد تفضل هون. هي انت زلمه مجوز وعندك عائله واولاد ومره وحلوين وهيك ومدري شو. طيب ما انت شو عم تاكلوا بالبيت؟ شو عم بتطعميهم؟ كروتي صفر. معلمي معلمي ايد لي 1-1 نتيجه الشوط الاول. شو جبنا اللوح؟ ايدها يا طارق. خد بقى لك. وينك يا زلمه؟ بين الايادي والله. سجل لي 3-0 للتوتي ب $10. ما يمكن ما يلعب. حتى ولو 3-0 هاتريك للتوتي وب $10. ادفع. ليك من ايمتى صار يفهم بالفوتبول؟ حط له اللي بده يا خيي. شو بدك تحط له؟ بجيبته يعني متى يدفع بالاول؟ ادفع خيي سيرجيو. ما انه امر الله يعني المعلم سبع ولا ليره. هني $10 معروفين الانجليز ابخر عالم. ايه مشان هيك مش رح نشممكم الطابه بالملعب يا سيرجيو. ما تمسكوها بالاول. دخلك عشوم عم شقلي وين روني على الحال؟ هلا تطلع ريحته شاورما. وينك وين روني انت؟ يا حبيبي يا قلبي يا عيوني يا سيرجيو. انت عالم وروني عالم. حط لي 5-2 للمانشستر يونايتد يا معلم. محيلي وايد لي 5-4 للروما وثلاث جوال باول 10 دقايق وب $10. ليك محيلي الاولانيه وحط لي جولين لكريستيانو رونالدو باول ربع ساعه ورجع محيلي. اوه روق عمالك انت وياه. تعال اقعد لشوف شو هي. حط لي وخذ لي ومحيلي. انا بشتغل عندك ولا انت تشتغل عندي؟ والله مرمطون عند ايسر خويشه سيرجيو. ما تقلق تشوف. شوف لي انتيني وترفعهم هون بهودي تخيل. هيدي ساعتي $10 للرون. تفضل. وقفة الساعة يا سبع. اي ساعة وقفة؟ 12:30 وقفة. طيب منيح ساعتين وبيمشي الحال. هلا 10:30. حلو. لشو حملها منزوعة؟ خيي اذا ربحت بصلح. هلا او لا بشوف بقى. لا خيي انا ما باخذ ساعات. بركي خسرت بركي. وبركي ربحها بلي. يا اهلا لك. تقبرني ديانا انا لك. هيدا مين الشاب الحلو؟ عبد الفتاح شاب. وين روني من صباحك انا يا نينا؟ لك عن جد حط لي $10 لمانشستر 7-1. 7-1؟ ايه لانه اليستا بيسطر سروني بيستاهل. طيب بامره ليفربولك انا. وانا يا نينا اح
احنا شباب التليان. ايه انت شوفي سيرجيو مالله مصر ولا انت عليك خلقت الله ليش؟ يلا سي يو ليتر باي جايز باي تقبريني يا رب روحي الله يحميكي. بعدين خيي سيرجيو شو هيدي الكوفيه اللي حطيتها على راسك؟ شيلها من وجهي احسن بيكون. كوفيه لراس العرب بشوفك الليله او بكره. على الوعد يا بلفورد. اوه شو حرب العلمان؟ يا الله شو بك يا دودو معصبه؟ ان الشخص المطلوب غير متوفر حاليا يمكنك المحاوله لاحقا. هيدي انت؟ هيدي انا شو؟ هيدي انت بتقولي هيك على السلولر؟ ان دماغ الشخص الجالس امامي غير متوفر حاليا يرجى عدم المحاوله لاحقا. هيدي الرسالة صوتية ماني سمعتها من قبل، أي متى بتسمعيها؟ بس يكون في شخص غبي قدامي. أوكي. يعني لازم جربها وتكون مع صديقتي ميشا. يا الله يا الله. دودو، قاعد خبطة بحالك. حظي الحلو. هالقد مبسوطة بحالي. خلص نينا، بقديني بلي. بلي؟ صار يومين عم جرب اتصل فيه خطه مسكر. ليه اي متى بيفتحوا؟ هيدا ولا مره كذب معنا وصدق. ايه وشو بدك منه؟ لك شو بكي؟ ما اخذ مصريات لاشتري لي دي في دي ريكوردر. بدك اياه يفتح خطه؟ يا حرام شو عندك بسيطه. وقال لي انه رح يراقبه قبل بوقت لحتى يقدر يسجل ملكه جمال لبنان. ليه من ما تساليني السؤال؟ شو بدك تسجليهم؟ ما في احضروا اللايف، الشباب بدهم يحضروا الماتش. ليكي انت ما بدك تحضريهم؟ لا انا بدي احضر التوتي. شو بدي من الملكات الجمال؟ ليش هن بينشافوا؟ شفت هيدي شعرها اسود طويل وعيونها خضر ومنخارها طويل؟ لا ما في ثلاث اي من تاني. يسمى بباب المراهنات. اقفل على اونو على دوي على تريس. افتح الباب، جرسك عم بدق. ايه افتح. هذا جرسك انت، تفضلي انت افتح الباب. خلاص دو البالون سيرجيو. يابا هيفي فايتاليا. وعلى دلعونا على دلعونا الليل المانشستر رح يربحوكن. ايفيفا ايطاليا ايفيفا ايطاليا 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 ايطاليا. فرقع بالبيت يا سبع. ما يزرك ما يزرك لي. لك يا سبع ما انت كمان عم تزرك لي. خي انا عم شجع هو معه بيطلع غير شيء عم يزرك طالين. طيب روح مش هالقد بده. ما يزرك. شو رايك تجيب متفجرات هيك لانه البيت على صوصه نقطه يعني بيلي مزبطه. ايه عارف بس ما يزرك لي ما يتعاطى معي. هي لك كيف انفصل؟ صار سبع بميلي وقعد بميلي. روق يا زلمه. مبروك. خلص. ليك شباب. ايه. الروما بعد تربح. بلا روما بلا بلور. روما. ايه الله بقول. اشكر. ليش شو بكم انتوا ولاد؟ خلص يحل عني. خلص في واحد من طريق. شو يا بيلي بتروح وما بترجع مثل غراب نوح؟ لا هاي انا. هاي اميغوس. اهلين اميغوس. صار لي يومين عم بحكيك، ليه ما عم ترد علي؟ وين كنت؟ ما كنا عم ندبر لك الدي في دي بلاير ريكوردر. تفضلي اميغا. من وين كنت عم تدبره؟ من تايوان؟ لا ولو اي تايوان، كرمال عين الحلوه جبناه من هون فشخه. ما هي فشخه كبيره على تايوان. اليوم كان بدنا اياه لنسجل اليوم. ايه ما هلا بركبه، ما بده شيء، خمس دقائق بيكون جاهز. شو 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 حبيبي شو؟ 5 مينوت وبركبه. اذا بتمد ايدك على التلفزيون ب 5 مينوت بكون كسر لك ايدك. منيح هيك؟ لا يا حبيبي ما بدق بالتلفزيون، ما خص التلفزيون اساسا، ما بده شيء 5 مينوت. معلم جاد ما تخليه يسرق لنا العيد. حط الكرتونة من ايدك. حط الكرتونة من ايدك بسرعة بسرعة. حط ايدك بجيبك. جاد حط ايدك بجيبك. سيرجيو اطلب له تاكسي خليه يفل من هون معزز مكرم. يلا جاد بلا سؤال ولو بشرفك، ما قال لك سامي اصلا بعد ما بلش الماتش يعني. انا شاري الحقوق الحصريه تحضر الماتش كله، بعدين العالم دافع مصرياتها. بليز لو سامي نوت عن جد ما بده شيء 5 مينوت. انت بتكفلي؟ ما هو مكفول. شو بك عم تطلعوا في هيك؟ دبرنا له كفاله. تفضلي ستنا كفاله من الصين. انه بشرفك جادو بليز انا برد لك حول عرض يا خيي. لا انا ما بخل بكونترياتي مع العالم. كرمالي ولا ممكن 5 مينوت ما بده شي جاد ما تقتل هم. شو رايك يا سبا؟
وتخليه. اشهد اللهم اني قد بلغت. مكره اخاك لا بطل. اوه يا معلم جاد، خمس دقايق وببلش الماتش. ليك وليه؟ ليك وليه؟ على صوت واطي وعرواق وبزمه ما بدي يطلع من تمك، سامع شو بقول لك؟ خمس دقايق ببلش بالماتش، بتخلص كل شيء وبتوقف على الحيط، احسن ما استحضر بحقك مذكره توقيفيه بتخليك تبعد 100 متر عن اي كابل بالمنطقه، اسمع شو عم اقول لك؟ اوكي اوكي، ما تعتل هم اميجو، ما بده شيء، شغلته بسيطه كثير. عندك مقدح؟ لشو بدك المقدح؟ لشو معقول تعوزه للمقدح؟ خيي انا بحب شغلتي نظيفه. شغلتك نظيفه بجيب لك صارت له ممسحه، مقدح؟ شو ممكن تقدح تعمل فينا يعني؟ معلم جاد جيب له مقدح لانه بركي بده يعمل امدادات تحت الارض، بسامينوت بيلحق. ما تبنك، ما تبنك جاد. ايه حبيبي بنك هلا احسن ما دبرس بعدين. معلوم. يا لينا. الله شي بروجيكتور بس لنشوف. خلص بقى صار بده رخصه هلا كرمتها ركب دي في دي، يا خيي مشينا اياها. ركب الدي في دي. طيب يا عمي طيب. ايه؟ خلصني. اها سنتر الشباب سنتر يا عيني راحت الصوره. ايده مالحه ايده مالحه خيي ايده مالحه. سبع بتداولني البريتال. شو خيي؟ شو البريتال هذا؟ كابل البريتال خيي. خيي شو فكرني سبع طحان انا يا بني بيقول لي البريتال؟ حول كرتوني يا خيي. شو بيعمل خلصني خيي نام خيي الله شيء احسن ما انا ناوله وشيلنا اياه. ما بدي اسمع صوته. هيدا كابل البريتال مطروق. هلا اذا بين شيء عندكم بدكم تردوا علي خبر وتعطوني علم وخبر على السريع. ايه ده لا بين شيء من عندك؟ لا ما بين شيء من عندي ولا ولا شيء. ليه انت ببين شيء من وراك يا بلي؟ وهلا معك الداحه يا سبع. خيي وين الداحه؟ وين انا الداحه؟ هدي خيي بلي تفضل داش. شو بيعوز الداحه؟ شو بعرف هيك ولاش تقلكن هيدا شغلته عويصة وعم بتدخن عويصة عم بتدخن راح يبلش الماتش. ليك بتحب جيب لك كيس مثلا؟ بعذبك انه شو عملت تكون عويصة خي؟ ما كله شريطه نحطهم ببعض وبيمشي الحال. طيب شو بك قلنا لك عويصة مش مستحيلة. حي سمعونا حكي ساك بنيوتو برد لك كل شيء مثل ما كان. بس تخلص سيجارتك ولك قوم اشتغل رد كل شيء مثل ما كان. طيب روح روح انت وياه. هلا بدي على ما رد لكم كل شيء مثل ما كان. ياه هيك بدك يعني هيك بدك؟ ولا ايوه اوكي يا عيني عادي عادي قطع الكهرباء خيي قط الدم قلبي تيجي حماري ركب بلي صار لك شيء؟ هلا عطلينا همه اذا صار له شيء ولك مثل اجري اذا بيرجع من هون رايح له انا بقول لك اكبشوا اكبشوا هلا على العتبه بيزبط اكبشوا اكبشوا روح 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 ثلاث مينيت صوت مين هذا؟ نينا. هاني شاكر. هاني شاكر بيلعب مع روما بس انتقل على ليفربول. هلا بشرفكم هيدي مرة واللي عندي مرة. شو قالكم صار بالماتش؟ أجلوا بيلي. وهلا سبح دخيل الله قوم شوف وين صار. هلا بيقطع الكهرباء عن كل الحي. اطلع اطلع يا خيي بيلي اطلع كله تمام اطلع لهلا. يلا طالع طالع ساك في نيوت. والله العظيم بس يجي لدعس وتدعيس. كان سكتني بس انا لي اسيت ولي دريت وما قول. وهلا مية ميتين وخمسين ثلاثمية وعشرين ثلاثمية واربعين ثلاثمية وخمسين دولار كاش. هاودي مصرياتك ومبروكين عليك. ميرسي. بس معلش يعني انه في مجال تفسري لنا كيف زبطت معك هيدي انه مانشستر يونايتد يربح 7-1 على روما؟ يعني هيدي بتاريخ الفوتبول مش صايره وخاصه بالتشامبيونز ليج. ايه في بطيخه هون بتشارطوا انه الزمالك رح يربح كاس العالم. زمالك
ضربة ملخبطة بهالحي. أكيد بيلي مرق من هون. يا والله ما اتلقط فيه، لعلقه عشي عمود. كلوفيس؟ أكيد هذا الرقم ما رح يعرفه بيلي. إن رقم الشخص المطلوب غير متوفر حالياً. الرجاء عدم المحاولة لاحقاً يا كلوفيس. تيرا را را را. أوكي. ولو أميغو. ما بقى تقول أميغو. صار عليك 630 دولار. أهلا كلوفيس. ازعجك كلوفيس. لا بس بمرة. شايفني معصب ومسكرة معي. كل الناس بدها مني مصاري. لك شو أني له التليفون المعطر وما بترد عليه؟ إن دماغ الشخص الجالس أمامك غير متوفر حالياً، يمكنكم عام.